أول سؤال أبدأك تسأل الفنان مصطفى العبد الله. مصطفى العبد الله بتسأله سؤال. شو وقت حشوفك؟ اشتاق لك. أوكي. شنو تسأل نصرة البدر؟ نصرة البدر. هذا سؤال صعب. هواي أكو أسئلة جت ببالي. أول شيء إجا. أول شيء إجا. شو وقت راح تحل موضوع الحقوق الفكرية بالعراق؟ الحقوق الفكرية مو بس للفن ترى. الحقوق الفكرية لكل شيء بالحياة. يعني الكتب هم يدخل بهواية. كل شيء كتب اللي يصنع لآلة اللي يصنع لشغلة ذولا كلهم عندهم حقوق فكرية. صحيح. بس بالعراق ما موجودة. زين رحمة رياض شنو تسألها؟ رحمة رياض إحساسك يجنن استمري ما شاء الله عليك. سؤال هذا مو سؤال. ها. شنو جاي ببالك يعني؟ والله ما أعرف شو أقول لك. ما يعني ما جاي ببالي إلها سؤال. ها هل أكو مساحة للإحساس اللي عندك؟ يصدق سؤال غريب. إيه لأنه إحساسها ما شاء الله عليها. بكل أغنية تعطيك إحساس مختلف. تحب رياض أحمد بالمناسبة؟ شو ما. حافظ له شيء؟ أنا مسامعك تغني شيء قديم أبد يعني. أنت قلت معاني من قلب اللقاءات يعني ما أطلع لقاءات. بس أنت يعني عموما تغني شيء قديم يعني ويا نفسك وبحفلات معرض. إيه طبعا أغني. أنا أصلا أحب كل شيء القديم. سمعني هسه شيء لورا الفاصل. لا ورا الفاصل.